جدت علي بلواي كل ما سليت الحزن جدت علي بلواي جدت علي بلواي جدت علي بلواي يا دافع عن الوصل ومسكنك بحشاي أنا بصراحة كلمت عصام وقال لي إن أفكار نقدمها أفكار أفضل. طبيعي يقول مثل هالكلام، ولا تبي أكد إن الأفكار حق واحد ثاني وهو مقدم كل شيء باسمه؟ طيب شنو دليلك أنت؟ دليلي هذا ملف الأفكار اللي قدمت فيه المشروع. لقيتها مرمي ومشقق في درام الزبالة اللي كان في مكتبه. وأيضا في هالورقتين تلقى بعض الأفكار، لأن حقيقة كانت أفكار كثيرة وما كنت مصور منها، فتلقى بعض الأفكار اللي كنت مقدمها، اطلع عليها وقارن. تفضل. الصدمة يوم صار كل شيء باسمه. أنا بشوف الموضوع وبواجه عصام بالأدلة اللي قاعد تقول لي عنها وبشوف شنو رده. يا ريت بسرعة يا دكتور، لأن مطلوب مني الآن انتقل للخفجي بعد ما واجهت عصام، والنقل خلال أسبوع، وأنت عارف نقلي للخفجي في مشقة لي ولأسرتي. المسألة وصلت كذي؟ لا، أنا بهتم بالموضوع بنفسي وبأجل رحلتك للخفجي إلين نوصل للحقيقة. أنا آسف دكتور إني أحطك في موقف مثل هذا الموقف، خصوصاً مع أخوك. بالعكس، أنا آسف إن عصام قاعد يسوي كذي،
بس كل واحد فيكم لازم ياخذ حق ابو لوفو تمام. بس انا ابغى اعرف شيء واحد، شنو سبب سوء الخلاف؟ انا في البدايه فرحت لما وعدني عصام بمنصب على الافكار اللي قدمتها للشركه، بس بعدين بدا يتهرب، كل ما واجهته بدا يتهرب مني. الحقيقه خفت ان كل حقوقي تضيع، من هنا بدا الخلاف واخرتها ينقلني الى مكان بعيد. انا الحين صار عندي صوره واضحه للمشكله، بس الله يقدرني اني احلها بدون مشاكل. وش اللي قاله بعد؟ كلام غريب، اول مره اسمع يقول الكلام، ولما طلبت منه اعرف شنو الموضوع ما قال لي. يعني ما صارحت باللي بخاطره؟ لا. ريم، انت عندك خبر بشيء؟ ايه، والسالفه محمد؟ عصام وينه؟ في غرفته. ايش تبي؟ شو اللي صاير؟ بعدين تعرفون. الله يستر. شو اللي صاير؟ عصام؟ خير؟ ايش فيك؟ جاي بسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة. أنت ايش فيك بالضبط؟ شو اللي بينك وبين عيسى بالضبط؟ عيسى، عيسى جالك مرة ثانية ها؟ طيب يا عيسى، إذا ما أدبتك ما أكون أنا عصام. قبل تهور وتسوي الغلط، أبي أعرف شنو الصح. أنت ايش تبي تعرف بالضبط؟ هل أفكاري مقدمها الشركة من اللي بالضبط؟ قلت لك لي أنا، أنت ايش مراد تصدقني ليش؟ أنا اللي عندي العكس، أنا اللي عندي تقول إن الأفكار هذه ناسبها لنفسك. أرجوك، أنا ما أرضى أحد يتهمني أو حتى يتدخل بشؤوني. ماني متدخل بشؤوني. سمعتوا كل شيء ها؟ كل شيء سمعتوه؟ هذا اللي تبيه محمد؟ هذا اللي تبيه؟ صاير؟ شعير هالفراخ؟ مع الأسف ولدك ما صان الأمانة. يعجبني استغلالك للفرص. عجبني! عصام لا تكلم أخوك بهالطريقة وقول لي شو اللي صاير. ايش تبين أنت بعد؟ مو كفاية أخوك تحقيقة؟ عصام هدى ايش قالت لك عشان ترد عليها كذي؟ رائع رائع انت يا دكتور. تعرف شلون تبين العملاق لما تستصغر غيرك؟ مو هذا اللي انت تسعى له من زمان؟ طيب انا بعترف انك انت الغالب وانا المغلوب، بس مو لانك احسن مني، لا، لان كلهم معك وانا بروحي. عصام يا عصام 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 فيني كذي عاد ليش؟ سليني انا سلي هو صاحب المشكله وهو اللي مسويها. والحل؟ الحل يا ابو محمد، عصام طلع من البيت وما ادري وين راح، اخاف يسوي في روحه شيء. لا تخافين عليه، لا تخافين عليه، هو احرص على نفسه منه، هو يبغينا نرضى باللي سواه ويظن ان زعله وطلعته من البيت راح تخوفنا عليه. زين وتضمن فين الغلطان؟ احنا ولا اهو؟ طبعا هو. لا مو هو يا ريم، المشكله نتحملها كلنا واولهم امي وابوي. بس انت تظن ابوي بيقتنع بهذا الكلام؟ لازم يقتنع يا ريم، ولازم نعالج هالموضوع قبل ما يتكرر مره ثانيه، لان عواقبه بتكون وايد وخيمه. أنا أول مرة أشوف عصام شايل علي الكلام. تبيني أشوف كل هالسوالف سويها أخوي عصام واسكت؟ ها يبا، ها ايش قلت؟ ايش قلت يا رحيم؟ على العجلة، على العجلة، بس بالسوق السيارة كذي بس. السواق يقول تتعلم، يبغى لك رخصة، مو بالفوضى. زين أنا مستعد من اليوم. لا الحين يا ابوك لا يهمك، ما ردك تسوق السياره. يلا يلا لا تاخرنا، خلينا نلحق على السوق. زين يابا متى بتعلمني؟ باع علبك بعدين يا ولدي الله يهديك. يلا بس يلا يلا يلا
اجي لا تاخرنا امشي. اركب تعور راسك. يلا يبوح امشي ادري ادري يلا يلا يبوح. عجب والله عجب. لا 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 بعد ما الشركة يعني وين بيروح هو الحين؟ ما رد بيرجع البيت. انت بس لا تحاتينا وايد. بلى. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يا ابو مبارك، استريح. سمعني يا ابو محمد، خليني اعرف هو وين في الحين وبعدين بطمنك عليه. يلا مع السلامة. خير يا ابو محمد؟ ايش علي اطمن ابو محمد؟ ومن هو اللي تتكلمون عنه؟ كل ما قلت ارتحت وهدى بالي تطلع لي بلوى ما كنت حاسب حسابها. الله يبعد البلاوي ابو محمد، خير شو اللي صاير؟ عصام ترك البيت وللحين ما رد ولا حد يدري وين هو فيها الحين. وليش عاد؟ فشلني عصام فشلني، ومع منه؟ مع عسكر موظفيني. عصام؟ عصام ما غيره؟ شو اللي سواه يا ابو محمد؟ مبارك الافكار اللي مقدمها عصام. ايه وش فيها؟ اثرها لا هب له ولا حتى تعب نفسي يفكر فيها. اخذها جاهزه مجهزه من واحد ثاني وقدمها باسمه. تصور. يعني قصدك الافكار الزينه اللي مقدمها عصام مو هب له؟ ايه يا ابو مبارك مو هب له. ما رد بيرجع. كل ما فرحت نفسي وقلت خلاص بتمشي الامور زينه يطلع لي شيء وينغص علي حياتي. هذا اللي صار يا عمير، ومن طلع من البيت للحين ما ندري وين. ما سالت اخوك مبارك، يمكن يعرفه هو في وين. مبارك بعد قاعد يدور عنه بس للحين ما لقاه. سالفه لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. زين ومحمد شو مسوي الحين؟ محمد من يوم ما طلع الظهر للحين ما رجع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها شلونك عبير؟ هلا محمد، طمنا شو الاخبار؟ مع الاسف لا حس ولا خبر. والحل؟ الحل يا محمد؟ ما ادري وين اختفى الادمي ماني عارف. الله يكون بعونكم. زين هو ما عنده تليفون الجوال، اتصلوا له اتصلت فيه بس ما يجاوب. والله سالفه. انا اذنكم بروح ابلغ الوالده. لا لا محمد خليك انت هني وانا راح اقول لها انك جيت. ريم يلا قوم. وإذا ما أنت مصدقة الحين يجي أبوي تسألينه وتتأكدين منه بنفسك. لا مصدقتك، بس لا تسوي مثل راعي السيارة وتصدم الناس، ولا تاخذك السواقة من دراستك ومدرستك. الحين ايش جاي بطاري راعي السيارة؟ قالوا لك خشي ما أنا عليمي ما أعرف أسوق. خليني بس أمسك سكان السيارة وشوف الفنيات اللي تطلع من أخوك. خلصني من هالموضوع وقول لي. وفي موضوع أهم من موضوع السيارة الحين؟ لا، الظاهر إن السيارة بتاخذ عقلك. شوف أنت أول واحد تسوق سيارة. وشن هو الموضوع اللي أهم من موضوع السيارة؟ موضوع ولد عمك محمد. كلمه أبوي عقب ما شر المزرعة. صدقين إن أنا نسيت وراح عن بالي الموضوع هذا كلش بالحيل. ما قلت لك الظاهر إن السيارة بتاخذ عقلك. كلها اللوانيت. ها ابو يعقوب ما ودك الليله تجيني نقعد نسولف ونتقهوه؟ حقيقه يا ابو سعد الجلسه وياك ما تنمل، لكن انا طالع من النخل وتعبان ومرهق، يعني ودي ارجع البيت ارتاح شوي. الله يكون في عونك يا ابو يعقوب. اقول سم الا ما قلت لي شو اخبار ولد اخوك محمد الدكتور؟ الدكتور ما جاك من ذيك الليله. انا عن اذنك بروح اشوف ولدي سعد بيجي اليوم. ايه يقول النبي يسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه. سلم لي عليه يا ابو سعد. يبلغ ان شاء الله. الله يهديك يا بنيتي يا نوال، لو ما افقع على زواجك من سعد ما كان ريحتيني وريحت.
يمه حبيبتي لا تسوين بنفسك كذي، وين بيروح يعني؟ اكيد عند واحد من رضع وما رده بيرجع هني. يا ريت اطمئن مثلك يا بنيتي، بس طلعت من البيت وهو زعلان، هذا هو اللي شاغلني. قومي يا يمه، قوموا اتصلوا فيه يمكن تحصلون على التلفون. يمه توني متصله فيه بس ما رد علي، يعني وين بيروح؟ اكيد عند صديقه غانم. يعني لما الحين ما رجع؟ لا يبا، بعده ما رجع. ما رد. يبا محمد راح يسأل عنه، وإن شاء الله ما يرد إلا وهو معه. وش عليه يطلع ويدوره؟ هم غلطان، وهم يبغي الناس تسامحه وتسأل عنه؟ أبو محمد، حلمك على الولد والصبر زين؟ فرحت وقلت خلاص عصام بدأ يخطط لمستقبله ووثقت فيه. يبوك عيني عينك. يبا يبا حبيبي الهون أبرك ما يكون. هاي أم محمد بشر. السلام عليكم. عليكم السلام. مع الأسف ما أدري وين راح فيه. تلقى لافي مع أحد من ربعه اللي ما نعرف عنهم شيء. رحت سألت عنه عند غانم وعند مبارك، هم أساساً ما يدرون وين فيه. والتالي أبو محمد بنقعد كذي وعصام برا البيت. لا تحاتينا يا أبو محمد، لا تحاتينا. اللي يسوي هالفعايل يعرف يدبر روحه عدل. أنا رايح غرفتي أرتاح شوي. يمه حبيبتي أنتي، هدي أعصابك، إن شاء الله ما في إلا العافية. إن شاء الله ما يصير إلا الخير يمه. عصام وينك في يا ولدي؟ حياك يا محمد. يبوي ما عرفت عصام ليش سوى كذي؟ ليش ما سأله هو؟ سألته وجاوبني، بس اسمح لي بقول لك ان الغلطة مو بغلطته. ايوه الغلطة مو بغلطته. ليش؟ لأنك طلبت منه مستحيل وكان محتاج لتوجيهك أكثر من تأنيبك له. مو كفاية إنه طلع من جامعته وأجبرتوني إنه أخليه يشتغل في الشركة وأنا ما كنت راضي؟ وهذه النتيجة، لأنك مو هو براضي طلبت منه المستحيل وعليه إنه ينفذ بسرعة ولا يرجع لجامعته، وأنت عارف يبقى أساساً إنه ما يحب الدراسة. إيش تبيني أسوي له؟ أخليه على كيفه؟ ولا كذي بعد يبقى. بس كان مفروض انك تمهد له الطريق وتعطيه الثقه وبعدين اطلب مني اللي تبيه. اعطيته كل الثقه، كل الثقه، حملته مشروع وظنيت انه هو صاحب الافكار اللي مقدمها. طلع بايكها بايكها. ما لقى الطريق اسهل من الطريق، وعشان كذي سواه. وش المطلوب مني الحين؟ انك تاخذ بخاطره وتعيد له الثقة بنفسه مرة ثانية عشان يبدأ من جديد. وشلون وهو سود وجهه بفعلته قدام أصغر موظفيني اللي حاطين كل ثقتهم فيني؟ شلون؟ هذه مقدور عليها وينلقى لها حل. بعدين عيسى على فكرة ما سوى الشيء هذا اللي يوم شاف عصام إنه راح يضيعه، ولو إن عصام وفى بوعده كان احنا ما درينا بالسالفه من اساسها. ايش قصدك؟ نتلاحق على المشكله ان الحين قبل ما تكبر، وخصوصا انها بعدها بيدينا. ابشرك يا محمد، اليوم ما طلعت من المحكمه الا كلها الاوراق خالصه. اي لو استلمت الصك مال الزراعه اليوم، عاد باقي القرشين اللي بقت شرينا بها ونيت حق نطقطق عليها بالزراعه يا ابوك. الا قول لي متى ان شاء الله جاي؟
إيه على خير يا أبوك. أنا ودي أبوك أقول لك سلم على أبوك وعلى والدتك وعلى أخوانك، لكن أنت عارف يا ولد. هذا يعقوب يبي حاجيك. ألو، هلا محمد، كيف حالك؟ اسمع، يقول أبوي وانت جاي ما راح تجي بروحك. شلون؟ بتسويها مفاجأة؟ لا؟ خير إن شاء الله. لا أطمنك، الدراسة ماشية تمام، والاختبارات إن شاء الله بعد يومين، وإن شاء الله من الناجحين. خير إن شاء الله، يبلغ. يلا فمن الله. ما قالك من بيجي معه؟ ما رضى يقول لي، قال يبغى يسويها مفاجأة. خلاص، تقارير وحساباتي موجودة، بس عليك تعطيها الدكتور محمد، قصدي شريكك الدكتور محمد. خلاص يا أم محمد خلاص، إيش دعوة؟ ولدك ما فيه إلا العافية، ولا صار شيء، ولا شان يالنا خبر عنه. فلا الله ولا فالك. يا ريت يا عصام أعرف وين راضي، كان على الأقل رحت لك وطمنت عليك يا ولدي. ولو عنده ذرة إحساس، ذرة، كان ما خلانا نحاطيه كذي ومشغولين عليه، ولا قادرين حتى ننام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذي يا عصام، كذي تسوي فيني يا يمه؟ هذه أخرة الدلع الزايد والخوف عليه، شوف ايش قاعد يسوي فينا. طلبتك طلبه يا ابو محمد، اذا عصام رد البيت لا تحمق عليه، وكفاية اللي هو فيه. خليه يرجع ويصير خير، انا عارف شلون اتفاهم معاه. انا شو اللي جابني هنا؟ طيب ابغى اشوف ليش هالمزرعة دفعت فيها 800,000 ريال وما حصلت عليها؟ ليش؟ أبغى أعرف شنو السر. لازم أعرف.
هذه سيارة منو هذه؟ ها؟ ايش عنده جاي عندنا؟ سيارة الكشخة؟ يكون حرام. لا عاد حرام يوده سيارة مثل كذا. وليش لا؟ لو طايح في ايدي سوي فيه علوم هذا. اخ الحرامي. حياك عيسى، تفضل. انا عارف كل شيء، وانا ما طلبت منك انك تجي الا علشان نوصل لحل، علشان تاخذ حقوقك وثمره مجهودك. ما ادري ايش اقول لك يا عم ابو محمد، بس هذه حقك. وأنا بصراحة ما توقعت أن ولدي عصام يسوي كذي، وعلشان كذي أبيك تسمعني زين إيش اللي أبي أقوله لك. تفضل. أنا أسمعك. أنا أدري اللي سواه عصام أكبر غلط، بس اللي صار صار الحين، وأنت صاحب الشأن، يا أنك ترفض يا أنك تقبل، وأنا راضي بالاثنين يا عيسى. اللي تامر فيه يا عم ابو محمد يصير. انت عارف مركز الشركه، وموضوع مثل هذه ممكن ياثر عليها، وخصوصا اللي داخل الشركه كلهم عارفين ان عصام هو اللي مقدم هذه الافكار، فلابي منك انك تكمل معروفك وتتكتم على اللي صار. وانا بصراحه يعني وحقك محفوظ بالوفاء والتمام، وانا بعد اتفقت مع عصام على هذا الشيء. انا ما كان ودي نوصل لهالمواصيل يا عم ابو محمد، بس يعني خلنا ننسى الماضي وخلنا في اللي احنا فيه. اذا علي انا يا عمي ما عندي مانع، اعتبر الموضوع منتهي، بل اعتبر الموضوع في ملف النسيان، ولا تشيل هم واللي تبي يصير. بس اللي ابي منك الحين انك تكون قد المسؤوليه، وخصوصا في الوظيفة الجديدة اللي راح تكون فيها، وتبيض الوجه. وأنا عند وجهك يا عم محمد، ومشكور وما قصرت، واللي تبيه يصير. عيل تقدر الحين تتوكل على الله، وخطاب تعيينك راح يوصلك بأقرب وقت ممكن، ومعاه المكافأة. معقول عاد؟ لما الحين ما اتصل ولا عرفته بأي مكان؟ لا يا عبير ما اتصل، وكل خوفي إنه يسوي بنفس الشيء، لأنه طلع من البيت زعلان. حقيقة سالفة ما تخطر على البال، يعني وين بيكون راح؟ ما ندري، لو كنا ندري كان ارتحنا وارتاحت امي وطمنت. مسكينة، الله يكون بعونها. ومحمد بعد من طلع الصبح ما اتصل؟ حتى هو ما ندري وين فيه، يقولون راح المستشفى الصبح ولما طلع للحين ما رد. ان شاء الله خير، استاذن انا الحين لاني تاخرت ولازم اروح البيت. طيب تغدي معنا. ما علي، مرة ثانية ان شاء الله، لما تطمنون على عصام. عبير يا ريت تكلمين مبارك مرة ثانية، تقولين له يشوفه يمكن مع أحد من ربعه اللي احنا ما نعرفهم. مبارك بعد قاعد يدور عليه بس ماكو نتيجة. صراحة مو عادلة يا عبير، تروحين وقت غدا، كنت تغديتي معانا. ما علي يا حبيبتي، لازم أروح لأني تأخرت. زين، لا تنسين وصي مبارك. ما علي مبارك مو مقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام.
شلونك عليك؟ هلا محمد، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. ها محمد طمني، شو الاخبار؟ مع الاسف لا حس ولا خبر. اتصلنا بمخافر الشرطه، رحت وبلغت مستشفيات، ما ادري وين راح فيه. يعني شلون؟ شو اللي راح نسوي؟ ما ادري. وين راح الولد؟ ماني عارف وين راح فيه. خير ان شاء الله، استاذن انا الحين واروح البيت. ايش دعوه؟ تغدي ويانا؟ ما علي، مره ثانيه بس جيت عشان اطمن عليك لانك ما اتصلت فيني اليوم. سامحة، أنا آسف جدا. مع السلامة. حياتك. محمد؟ يا نوال! نوال! يعقوب! يا نوال! خير يوبا، خير؟ وين أخوش يعقوب؟ شوف هو وين راح؟ وكان عندي في الزراعة. وكلفته بشغيله خمس دقائق ما تاخذ، قاعد لي ساعتين. يبا هذه عوايده، ما يندري شو اللي اخره بعد. المهم يا بنيتي، اعطيني القهوه والشاي بسرعه. ان شاء الله يبا. والتالي يا ابو محمد، لمتى بنتم صابرين كذي ما ندري عن عصام اي شيء؟ ايش تبين اسوي؟ ايش تبين اسوي؟ تبيني اطلع في الشارع وانادي على صوتي؟ من هو شاف عصام؟ لا يا ابو محمد، انا ما قلت كذي. بس بعد هم ما يصير نقعد حاطين يدنا على خدنا ننتظره لين يرجع. يعني انا مو ماكلني قلبي عليه. انت يا الحين ما تشوفين اخوه محمد؟ دوره في كل مكان، ما خلى شارع، ما خلى مستشفى، ما خلى مركز شرطه، ما لقى له اثر. جيب لي قلاص ماي عشان القهوه. يمكن عصام. الو، اهلين. ايوه، لا للحين ما جاء. يهودة موجودة. لحظة. هدى عبير على التلفون. الو، اهلين. لا لا للحين ما وصل. انا بوصي فريده تعمل لنا قهوه. عصام جاء. طيب عبيره خليك الحين، عصام وصل اكلمك بعدين. وينك فيه؟ شرط بان عليك. أنا رايحة أخبر أمي وأبوي النجاة. يما أخوي عصام جاء وشكله معصب، ما أدري واقف الممر مو راضي يدخل غرفته، ما أدري إيش فيه. عصام رجع؟ اجل بروح اشوفه وبطمن عليه. وقفي! انا اروح اشوفه. ها؟
عصام، هذه آخرة تربيتي فيك. محمد، محمد الحق على عصام. ايش فيك؟ روح شوفه. ايش صاير؟ هدى، محمد الحقوا على اخوك. ايش فيه عصام؟ ابوك يا يمه، ابوك اخاف يعصب عليه وتكبر السالفه. يمه هدي اعصابك، وعصام مع ابوي قاعد يتفاهمون، خلاص. روحوا يا يمه الحقوا عليه، روحوا الحقوا على عصام. يا يمه هدي اعصابك، خليهم يتفاهمون مع بعض، هذه احسن فرصه يا جماعه. عفوا عليك يا هدى، عفوا عليك، حتى انت تقولين كذي. يا حبيبتي فهميني يا يمه. يمه ممكن تهدين شوي؟ هدى قاعد تقول كلام الصدق. عصام وابوي قاعد يفهمون، انت ارتاحي وريحينا وياهم. يا رب سترك يا رب، الله يهدي سركم يا رب، سترك يا رب، يا رب سترك يا رب. وتاهت منا